المرموم في ختامها الكبير لعام 2017 للميلاد، وضمن هذه التحديات المثيرة بحضور مشجعي ومحبي هذه الرياضة للانطلاق نحو المشاركة والمشاهدة. ينطلق هذا الشوط وننطلق أيضا بمتابعة هذه الأسماء، حيث نراقب الصدارة ونسير أيضا مع المقدمة وفي المركز الأول. هنا من يتواجد على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، ياتي مصيح سيف بن حمد بن سالم الاكتبي على مقدمة الشوط على المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني خلال هذه اللحظات بوجود الأسماء الأخرى التي تظهر أمامكم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام بأعداد كبيرة انطلقت في هذا الشوط، حيث ينطلق كذلك مع المركز الثاني من الجانب الآخر. ما شاء الله، شاهدوا هذا التحدي، شاهدوا هذا الانطلاق والإبداع بوجود المتنافسين منذ بداية الشوط، يعني شوط حماسي ينطلق بهذا الشوط. مصيح المركز الأول سيف بن حمد بن سالم الاكتبي، المركز الثاني يتواجد شاهين دواس بن حسين بن مانع بو دواس العقمي، بينما المركز الثالث ينطلق مغرد صالح بن علي بن عبد الهادي القفراني المري متواجدا في المركز الثالث. المركز الرابع ياتي واضح احمد بن مبارك بن سعيد الاكتبي، والمركز الخامس من الجانب الاخر تدخل ايضا في هذه اللحظات هداق الظاهر والطاهر مصبح الكندي المرر، بينما المركز السابع يصل لرياض ناصر بن محمد بن راشد المنصوري تدخل، ومن الجانب الاخر الاسماء القوية التي بدأت بالانطلاق والاندفاع نحو تحقيق ناموس هذا الشوط كوجود ايضا رياض ناصر بن محمد بن راشد المنصوري، وايضا اسماء اخرى منطلقة في هذا الابداع ايضا في هذا الشوط المثير. وصلت الاسماء تدخلت ايضا من مركز الى مركز متقدم، وصول ايضا هناك اشقر مايد بن محمد بن يوسف بن حافظ يتدخل في هذه اللحظات مع المركز السابع. المركز الثامن يصل ايضا زعفران فهد بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري، والمركز العاشر ما شاء الله، شوف المركز العاشر هذا هو من تدخل ايضا مكرم البخيت بن جابر بن مسلم الينيبي، من ياتي ايضا المخيت بن مسلم الينيبي يتدخل ايضا في هذا الابداع. ولكن نعود الى المقدمه، نعود الى الصداره الى المركز الاول لمتابعه التغيير الذي صار وطرى على مقدمه هذا الشوط من خلال ايضا هذا الابداع القوي والمدير. الله يا سلام، هنا ايضا ياتي الصاحي احمد بن مذكر بن مسفر القرشي يتقدم مع وجود ايضا هذا الاسم بمقدمه هذا الشوط مع وجود الصاحي المنطلق مع الصداره ومع المركز الاول. المركز الثاني تحرك اهل الجعدان في هذا الانطلاق، خطط المضمرين تسير ايضا حتى هذه اللحظات بامالهم لصالحهم في هذا الشوط. الله الله الله، وصل شاهين دواس بن حسين بن مانع العقمي يتقدم المركز الثالث من الجانب الاخر. الداق الطاهر بن مصبح الكندي المرر يتقدم في هذا الانطلاق المركز الرابع، بينما ننتقل ايضا الى المركز الرابع في هذا الانطلاق. ومن يصل ايضا هناك رياض ناصر بن محمد بن راشد المنصوري يتقدم في هذا الابداع وفي هذا الانطلاق المميز مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل اشقر مايد بن محمد بن يوسف بن حافظ ياتي كذلك في هذا الانطلاق مع المركز الخامس. المركز السادس هذا هو ايضا مشرف عبد الله بن محمد بن عصيان المنصوري. المركز السابع وصول خطير للقاية، الله 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 الله، سايس محمد بن سالم بن ورع العامري يتقدم في هذا الانطلاق. المركز التاسع يصل ايضا من الجانب الاخر في هذه اللحظات مكرم البخيت بن يابر بن مسلم الي نبي في هذه اللحظات. والمركز العاشر وصل ايضا مقصص محمد بن علي المعاضيد يتقدم في المركز ايضا الثامن في هذه اللحظات.
الصوت، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الالتفاف الأخير لأرضية هذا الميدان من خلال هذا الإبداع القوي والانطلاق المثير كوجود الصاحي أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي. ما شاء الله، اسم وقال في ميادين السباقات، اسم صالة وقال في ميادين السباقات من أحد أبناء المملكة العربية السعودية. الكيلو متر الأخير يا القرشي، الكيلو متر الأخير، حركوهن أهالي القعدان، آمالهم الفوز والناموس في هذا الانطلاق كوجود أيضا وانطلاقة مشاهدينا الأعزاء. أشكر مايد بن محمد يوسف بن حافظ يتقدم على المركز الثاني في هذا الانطلاق. المركز الثالث خطير يا أخواني، خطير خطير صاحب المركز الثالث، نتمنى له مسيرة حافلة بالإنجاز الكبير بأماله وخططه التي يسير بها منذ بداية الشوط. الله، مشرف مشرف عبد الله بن يمعي بن محمد بن عصيان المنصوري يتقدم على المركز الثالث. القرشي، القرشي ما زال على الصدارة، وابن ماجد ياتي ليكون بطلا في هذا الشوط، وابن عصيان بن عصيان بن عصيان قادم في الانطلاق الأخير. الشوط مثير والإبداع ياتي أيضا بوجود أشكر 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 مايد بن محمد بن يوسف بن حافظ يتقدم على الصدارة، يتقدم على المركز الأول، ينفرد في الأمتار الأخيرة انفراد كلي عن بقية القعدان محققا هذا الفوز والانتصار في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الإبداع في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. هذا أشكر مايد بن محمد بن يوسف بن حافظ، مشكور يا حمدان بن حمد بطير المتابع لهذا الاسم في هذا الانطلاق، مشكور أيضا على انطلاقة هذا الاسم، على انطلاقة أشكر مبدعا بإبداع كبير وانطلاق مثير. المركز الثاني مشرف عبد الله بن يمعى بن عصيان المنصوري، المركز الثالث وصل كذلك أيضا الصاحي أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي، والمركز المركز الرابع كان الوصول من مقصص محمد بن علي بن احمد المعاضيد، وخامسا ايضا وصل مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق الحصيني احمد بن حميد بالدويس الشامسي. ما شاء الله، المركز الرابع كان الوصول ايضا من معاند سالم بن سعيد بن حريك المنهالي. هذه هي اللحظات، هذه هي اللحظات الأخيرة، التوقيت الزمني 7:25 بدون أي أجزاء. تهانينا لمالك أشكر مايد بن محمد بن يوسف بن حافظ، شكرا حمدان بن حمد بالطير، من تابع هذا الاسم نحو الإنجاز، نحو الافتخار، نحو تحقيق نقطة في ختامية المرموم في الميدان الذكي. المركز الثاني كانت أيضا لحظات الوصول والانطلاق أيضا مشاهدينا الأعزاء مع مشرف عبد الله بن يمعى بن محمد بن عصيان المنصوري، 7:31 جزئين من الثانية. المركز الثالث وصل شعار القرشي أيضا مع المركز الثالث في هذا الانطلاق مع الصاحي أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي، حيث سجل توقيت زمني 7:32 جزئين من الثانية. المركز الرابع أيضا كان الوصول مشاهدينا الأعزاء للتذكير والتأكيد، معاند أتى في المركز، سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي في المركز الرابع، وأيضا المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء وصل مشاهدينا الأعزاء مقصص محمد بن علي بن أحمد المعاضيد. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين لنبدأ.